مواليدي 2000، ساكن بحلب بمدى كرمل ميسر. كنت أشتغل معمل بلاستيك عند واحد اسمه يوسف حمودة. احكي لي عن عيلتك، انه امك ميتة، ابوك شو بيشتغل، شو وضعه، كيف شغله، شو وضعه، احكي. انا امي متوفية، كان عمري 7 سنين. ابوي عاجز، بدرو سقط اليمين. عندي متجوز وحدة من تقريبا 2 سنين، عنده منا ولدين. وحالتنا الحمد لله ماشي حالة، بس انه ما في شغل بالاحداث هي بركت. قال لي خالي يحيى عزيز مشان انضم معه لمجموعة سامحني يا بابا، تابع لأحفاد الرسول. رحت لعنده قال لي بعطيك اجرة مليحة احسن من هالشغل اللي عم تشتغله، وبشي لك فرد تضل انه شايف حالك فيه قدام رفقاتك. انضميت معه، ضليت تقريبا 3 اشهر. شو نوع الفرد؟ نوع الفرد 5.5 صغير. اول شي علمني على القناصة، بحطها اناني بلور بالكروم، يثبت القناصة بين الشجرة بين الغصن، احطه اضرب على الانينه مسافه 1.5 كيلو، اضرب على الانينه اصيبا. قناصه طويله بجد طولها 1.5 متر، ما كنت احسن احمله. يحط لي اياها بين شجره ويزبط لي الزوم اللي يضرب على القنينه. ضليت تقريبا شهر عم بتعلم عليها، لبين ما تعلمت عليها ثبت لي غير القناصه هاي بس نفس النوعيه على سطح بناء مقابل جسر الشعار بحلب. ما سوت جسر، بطلع عليه مدنية أو عساكر بقول يضرب عليهم. أستلم من الساعة 7 الصبح للـ4 العصر. يجي واحد اسمه شيرو، هو اللي بيستلم من بعدي من الأربعة للـ7. وبجي يحيى بستلم، يحيى عزيز من الـ7 للـ7 الصبح بجي أنا بستلم منه. كان يحط لي المخزن ويلقمة، يقول لي معك من هون للـ4 هذا المخزن بدي يضل معك، يلقمه ويروح. انا لا القمه ولا افكه ولا اركب مخزن. يجي شيرو يغير المخزن هو، بس وقت لين اجي الصبح هو يغير لي اياها ويظبطها ويعطيني اياها. هلا على الجسر، انت لازم تقنص على الجسر. نعم. هنيك في عساكر في جيش، احكي لي شو كنت تقنص، شو قالوا لك تقنص؟ قالوا لي تقنص كل شيء، واحد بيطلع فوق الجسر هذا، كل شيء بني ادم بيطلع جسر او سياره مدنيه عسكريه، او اذا كانت انها تضربه. اذا بده يطلعوا من مجموعاتنا لفوق بيعطونا خبر، بيبعثوا لي يحيى عزيز انه يخبرني انه في مجموعه طير على فوق مشان ما اضرب عليهم. كانوا يطلعوا عساكر من الطرف الغربي اضرب عليهم، يطلعوا مدنيه من الفرن مثلا مخبز او جايين هيك ما بيعرفوا انه الشارع هذا مسكر، كنت اضرب عليهم. السيارات تضل فوق، يروح يحيى هو والمجموعه يركبوا السيارات ويجيبون. احكي لي عن اول واحد قتلته، قل لي شلون، وصف لي. كان زلمه لابس قلابيه وعقال طالع من تحت الجسر، هو وصار فوق الجسر، يحيى عم يضرب عليه. وقفت تقريبا، ضليت عم برجف، اول واحد بقتله هذا، ضليت عم برجف فيه قل لي اضربه لا تخاف، قام كمش ايده وضربه. ضليت 3 ايام بعد ما ضربته ما احسن انام، اضل اشوفه بمنامي. ضليت 3 ايام بعدين صرت يعني اخذت ايدي ما عاد اشوف هالمنامات. وقت لي استلمت القناصه وبلشت كل يوم اقتل 1 2 3. ثاني واحد قتلته كان طالع من سوق الخضره، طلع من فوق الجسر، قام قال لي يلا هذا انت بدك تقتله من دون ما امد ايدي عليك. قلت له حاضر، ضربته ما بس اجى طلع يا براسه يا بكتفه، يا ضربته طب الارض مات. والثالث كمان كلهم فوق الجسر مدنية. 10 مدنية فوق الجسر. أكون فرحان لما يجي أقول له إنه مثلا قتلت واحد أو قتلت 2. بيجي اليوم كم واحد قتلت 3 أو 4. بكيف مثلا إذا بده هو متحطط على حدا بيجي بقول له قتله لها فلان. يجي واقف لهداك، واقف فوق الجسر حامل كذا لابس كذا، هذا ما بدي إياه. بضربه بشيل إيش ما بيعطيني، بحطهم جيبي وبروح على البيت. أبوي بيقول لي وين كنت؟ بقول له كنت بالشغل. لا ما كان يدور لا ملام علمي ولا شيء. كان يجي يحيى عزيز اللي فيه مثلا مسلح طلع الجسر، هاد دبعته انا مهمة بدي منك تقنصه. اقول له اعطيني مواصفاته، يقول لي لا انا بوقت اللي بدبعته بدي اكون عندك موجود بقول لك عليه. كان يضل عندي تقريبا 3 4 ساعات لبين ما يعدي، يقول لي هذا واحد منهم. قلت له يشيل مثلا ايش ما يعطيني 500 أو 1000 اللي هي ما لها علاقة باجرتك ابدا. يطلعوا عساكر. قبل ما نحكي على ليش يقتلوا لهذا المسلح؟ يكون في بيناتهم تارات مثلا انه هو مستلم انه رئيس مجموعه بعونده
او مثلا بقول له اطلع كذا ما برد عليه، بنزعج منه وبقول له اقتله. ياخذين الشغله مثل انه لعبه القتل بيناتهم. وبعدين العساكر احكي لي. العساكر بيطلعوا من فوق الجسر وبوقفوا بالجسر بالنهار، اول ما بيطلعوا بكون انا متجه حواليهم، بعدين بتجه لهم بس طول النهار انه متجه لهنيك بضرب عليهم. بيطلعوا بيجي شي 15 واحد، بين ال 15 يا بقتل واحد يا اما بقتل اثنين، برجع وبيعرفوا انه فيهم قناص. بدق ليحيى بيجي بقول له مثلا في كانوا جايين هاجمين لهوني، انه بخاف انه يجوا لعندي لهوني بخاف، بدق له. بيجي هو بجيب معه ثلاثة أربعة بستنوا تحت البناء، انه اذا هجم الجيش بيكونوا جاهزين ليهربوني من هنيك انا والقناصة. تقريبا قتلت بيجي شي 10 عساكر و 13 واحد مدني، ومن المسلحين قتل شي 9 مسلحين. هنيك طلب مني يحيى، كان في واحد اسمه شيرو قناص يجي يستلم عني وردية ثانية واروح انا من الساعة 7 للساعة 4، وهو يغار امره لعند ابوي خبره انه ابنك منضم مع خاله، وخاله عبدور عليه زيادة انه يعني بفهمه ومنضم معه انه عبازبه. جيت على البيت ابوي حطني وطني تنهر، قال لي بدي اقول لخالك بتقول له انه اليوم تعبان ما راجي. ضليت له اليوم تعبان ما بحسن اجي لعندك. قال لي ماشي بداوم انا اليوم او بدبر حدا يداوم. اذا بدك دكتور مشان اجي، قلت له لا ما بدي شيء. عند المسويات هون حكيت معه عند المسويات الصبح، ابوي كان مظبط مصرات، طلعنا دبرت له السياره وطلعنا على حماه. يعني ابوك هربك على حماه؟ طلعني على حماه. ليش طلعك على حماه؟ عشان ما اكمل معه. ما بده يعني اكمل معه. طلعني على حماه. مع خالك. لما وصلنا على حماه انا وابي اول شيء رحنا لعند واحد نعرفه رفيق ابي، انه بده يدبر لنا سكن، ما حسين يدبر لنا سكن بهلال الاحمر. قالوا لنا انه المشاع فاضي مطلوبين نصهم، هنيك الحواش فاضيه فيكم تسكنوا باي حوش. اول ما رحنا استلمنا واحد اسمه ابو احمد عنده مزرعه تخيل، قال تعالوا لفرجيكم هالحواش اين هي بتعجبكم بركوا فيها. فتحنا بيجي اربع خمسه حواش، لقينا حواش كويسه بركنا فيها وسجلنا على معونه وكذا. اجى الجمعه استلمنا سكر ورز وبرغل وسمنة وزيت وعدس وسميد طبعا مملي، واستلمنا كل شيء. وكانوا كل جمعة يوزعوا لبس ومصروف انه يجوا سكن عدد البيت هذا ثلاث اشخاص يعطوه 1000 أو 2000 حسب وضع الليلة. كمان بعد ضلينا ثلاثة اشهر على الحالة بحماه، وطلعنا لهون على طرطوس. اول ما طلعت على طرطوس سكنت عند واحد اسمه جابر باسل جابر. مين هذا؟ عنده مزرعة فريز من الساحل من طرطوس. ضليت أبي أشتغل عنده ثلاثة أشهر. بعد ثلاثة أشهر الزلمة قال ما عجبنا شغلكم، تركنا استأجرنا. أول شيء أخذنا مزرعة حمضيات، ضلينا عم نشتغل فيها شهرين. كمان الزلمة ما عجبه الشغل، ما في غير إنه أنا وأمي عم نشتغل. طالعنا استأجرنا حوش بعين شريته، أجارة 8000 وهلا ساكنين فيها. إجا معلمي اسمه يوسف حمودة، قال لي فتحت معمل بطرطوس، اذا عندك اذا ما عندك شغل تجي تشتغل عندي. قلت له ما عندي شغل. راح ضليت عم بشتغل عنده تقريبا شهر وشوي. بعد شهر وشوي عليه هو وشريكه نزل على حلب، ضليت عم بشتغل عند شريكه الجمعة تركت. اذا انت هلا اخذت سلاح ووقفت على شي بناية، في عندك مشكلة انك تقتل اي واحد ماشي بالشارع؟ فيك تقتل اي واحد؟ ما عندك مشكلة؟ تعودت؟ نعم. يعني لما بشوف واحد انت قوصته وعم يموت هيك شو صرت هلا بتحس؟ انه مثل اذا كنت عم تذبح طير او شغله عادي. وكيف لما كنت تفوكس او لما كنت تزوم وبتربي شو كنت تحكي؟ شو كان هيك تفكر ببالك؟ يعني قبل ما اضرب على البني ادم كنت اسمي عليه ثلاث مرات واضرب عليه.